لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانات اتجوزوا أكتر من مرة، منهم فنانة اتجوزت 15 مرة وأخرى 14. إليكم قصص الفنانات المزواجات. زيجة واحدة لا تكفي، هذا الشعار اعتمدته بعض النجمات والمشاهير العرب طوال حياتهن، حيث اشتهرت بعضهن بتعدد زيجتهن رغم البحث المستمر عن الاستقرار. الفنانة نجوى فؤاد. عرفت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد بزيجاتها المتعددة، حيث كشفت في إحدى لقاءاتها أن عدد أزواجها وصل إلى 15 زوج. وتزوجت الفنانة المصرية نجوى من الموسيقار الشهير أحمد فؤاد حسن، ولكن انفصل لتتزوج من الفنان أحمد رمزي لمدة 17 يوما فقط. وتزوجت نجوى من مدرب الرقص كمال نعيم. وتزوجت نجوى من مدرب الرقص كمال نعيم ومن وكيل سيارات شيفروليه في مصر الشهير بمنصور شيفروليه، ثم انفصلت عنه. وتزوجت أيضا من رجل الأعمال فايز طراد، ثم تزوجت من سامي المهندس، وتزوجت من محمد موسى، ومن اللبناني سامي الزغبي، ومن رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ومن المطرب عماد عبد الحليم، وآخر أزواجها كان اللواء محمد السباعي. تحية كاريوكا. اشتهرت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا بتعدد زيجاتها، فقد وصل عدد الرجال الذين دخلوا حياتها إلى 14 زوج. فقد تزوجت تحية للمرة الأولى من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر بديعة مصابني، واستمر زواجهما لعام واحد فقط. وتزوجت للمرة الثانية من محمد سلطان باشا الذي كان يعد أكبر أثرياء مصر، واستمرت معه 6 أشهر فقط قبل أن ينفصل بعد أن طلب منها الابتعاد عن الرقص. أما الزوج الثالث فكان ضابط أمريكي يدعى ليفي، أشهر إسلامه بعد الزواج واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمر سويا فترة طويلة. وتزوجت للمرة الرابعة من المخرج فطين عبد الوهاب، وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها، لتتزوج للمرة الخامسة من الفنان أحمد سالم، ثم تزوجت من حسين عاكف الطيار الخاص للملك فاروق، وتزوجت للمرة السابعة من الفنان رشدي أباظة، ولكنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها. تزوجت كاريوكا لسامي مرة من مصطفى كمال صدقي أحد ضباط الملك. أما الزوجة التاسع فكان من شاب يدعى عبد المنعم، وظلت معه ل5 سنوات، والتقت بطبيب حسن حسين وتزوجته، ولكنها انفصلت عنه. ثم تزوجت للمرة 11 من المطرب محرم فؤاد، وتزوجت للمرة 12 من أحمد ذوالفقار صبري لمدة عام فقط، وبعده الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة، وبقيت معه 18 سنة. وأخيرا زوجها 14 المخرج حسن عبد السلام الذي عاشت معه حتى وفاتها. غادة عبد الرازق. عرفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بتعدد زيجاتها، والتي وصل عددها إلى 12 زوج، كان آخرهم زوجها هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز. وتزوجت الفنانة غادة عبد الرازق وهي بعمر 17 سنة،
من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا، واستمرت هذه الزيجة لسبع سنوات فقط، ثم أعلنت الانفصال عنه لتتزوج غادة بعدها للمرة الثانية من رجل أعمال مصري يكبرها في السن، حتى أنها كانت تقول عليه زي بابا، ولكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة. أما الزوج الثالث كان المحامي حلمي سرحان عام 2001، وانفصلت عنه في 2002، وذلك بسبب الغيرة، لتتزوج للمرة الرابعة من المنتج وليد التبعي، ثم تزوجت للمرة الخامسة من الصحفي محمد فودة، وانفصلت عنه بعد خيانته لها. وفي إحدى لقاءاتها تحدثت غادة عبد الرازق عن عدد أزواجها بقولها: اتجوزت أكثر من 10 مرات، لكني لا أتذكر بالتحديد 10 أم 11 مرة. سهير رمزي: تزوجت الفنانة المصرية سهير رمزي أكثر من 10 مرات، كان من بينهم الفنانين المصريين وأمير سعودي ورجل أعمال سوري. تزوجت سهير للمرة الأولى من الفنان إبراهيم خان، ثم انفصل وتزوجت من أمير سعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وبعد انفصالها عنه تزوجت من رئيس النادي المصري البورسعيدي سيد متولي، ثم تزوجت الفنانة سهير رمزي للمرة الرابعة من رجل أعمال كويتي محمد الملا، وتزوجت للمرة الخامسة من الملحن حلمي بكر، وتزوجت للمرة السادسة من الممثل محمود قابيل، ثم تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، وتزوجت للمرة السادسة من محمود قابيل، ثم تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، والمرة الثامنة من الفنان فاروق الفيشاوي، وتزوجت للمرة التاسعة من السعودي علي منصور العودي، لتعود وتتزوج من طليقها السابق سيد متولي، إلى أنهما انفصلا وتزوجت من رجل الأعمال المصري علاء الشربيني. الفنانة صباح: تزوجت الفنانة اللبنانية صباح 9 مرات، حيث تزوجت للمرة الأولى من نجيب شماس والد ابنها صباح شماس، واستمر هذا الزواج لمدة 5 سنوات فقط، ثم أعلن انفصالهما. وتزوجت صباح للمرة الثانية من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها، لتتزوج للمرة الثالثة من عازف الكمان المصري أنور منسي، وتنجب منه ابنتها هويدة. ولكن بعد 4 سنوات أعلنت انفصالها رسميا عنه، ثم تزوجت للمرة الرابعة من المذيع المصري أحمد فراج، وقضت معه 3 سنوات فقط، وتزوجت للمرة الخامسة من الممثل المصري رشدي أباظة، وظلت معه 5 أشهر فقط، ثم انفصل. الزيجة السادسة كانت من الفنان المصري يوسف شعبان، والتي استمرت لمدة 1 شهر فقط، ثم تزوجت صباح للمرة السابعة من يوسف حمود، وقضت معه 2 سنوات. أما الزيجة الثامنة فقد تزوجت فيها صباح من الفنان وسيم طبارة، وقضت معه 4 سنوات، ثم تزوجت للمرة التاسعة والأخيرة من الفنان فادي لبنان، وقضت معه 17 سنة، ثم انفصل. الفنانة مريم فخر الدين: تزوجت للمرة الأولى من المخرج محمود ذوالفقار، واستمر الزواج 7 سنوات، ثم وقع الطلاق، لتتزوج بعدها من الدكتور عبد الحميد الطويل. وعلى الرغم من أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من 2، إلا أنه أسفر عن إنجابهما ولدا، ثم وقع الطلاق، لتتزوج للمرة الرابعة من المطرب فهد بلان، وبعد 7 سنوات وقع الطلاق، لتتزوج للمرة الرابعة من شاب يدعى شريف الفضالي، الذي كان يصغرها 15 عاما ولم يدم طويلا.
الفنانة فيفي عبده تزوجت 5 مرات كما صرحت من قبل في أحد البرامج لتدخل القائمة. الفنانة ميرفت أمين تزوجت الفنانة ميرفت أمين 7 مرات وقيل أنها 8. كانت أولها عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت، وبعد الزواج سافر موفق بهجت إلى لبنان وهناك قبض عليه في قضية مخدرات وتم حبسه فطلبت الطلاق، ثم تزوجت رياضيا كان فارسا في نادي هليوبلس لكنها انفصلت عنه لتتزوج من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق. ولما تأكدت من هذه العلاقة انفصلت ميرفت أمين عنه. تزوجت أيضا الفنان الشاب محمود قبيل الذي كان زوجها الرابع ولم يستمر هذا الزواج كثيرا. استزوجت بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله، واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبيا لكنه انتهى بالانفصال. ثم تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلة وكان 7 أزواجها رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي هرب أخيرا من مصر ببعض المليارات واشتهر بأنه متخصص في الزواج من الفنانات، إذ كان تزوج من الفنانة هدى رمزي رغم أن ميرفت أمين منفصلة عن البليدي منذ هروبه، إلى أن هناك شائعات ترددت عن ظهور العريس الثامن في حياتها رغم أنها تنفي ذلك. الفنانة سعاد حسني عبد الحليم أول أزواجها، على ذمة الصحفي مفيد فوزي أن الراحلة سعاد حسني اعترفت له بأن أول أزواجها هو الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ثم تزوجت المخرج صلاح كريم واستمرت على ذمته 2 كما تزوجت المخرج علي بدرخان وعاشت معه 10 سنوات لتتزوج بعده زكي فطين عبد الوهاب ابن المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والمطربة الكبيرة ليلى مراد. كذلك ارتبطت بالمليونير السعودي محمد القزاز، ثم ترددت إشاعة عن وجود علاقة بين السندريلا وأحمد زكي نمت بعد فيلم الدرجة الثالثة، ولكنها بدأت فعليا أيام كان أحمد زكي لا يزال متزوجا من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وقيل أن انفصالها عنه كان بسبب هذه الشائعة. لكن سعاد حسني لم تؤكد زواجها من أحمد زكي، وآخر أزواجها كان السيناريست ماهر عواد ليلى طاهر. تزوجت 6 مرات أيضا، وكان أول أزواجها محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد محمد، وتزوجت أيضا المخرج الراحل حسين فوزي والصحفي نبيل عصمت، ثم الفنان يوسف شعبان والملحن خالد الأمير، وبعدها تزوجت شخصا من خارج الوسط الفني. الفنانة هدى رمزي تزوجت الفنانة هدى رمزي 7 مرات في بداية حياتها. تزوجت ممثلا اسمه خالد ولم يستمر زواجها طويلا، ثم تزوجت من رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد. وفي عام 1986 تزوجت من محام اسمه سمير عيسى، وفي عام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي الذي طلقها 3 مرات خلال عام واحد عاشته معه، وتزوجت للمرة 5 من شخص يدعى محمد عيسى. أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم، ولكنها طلقته وبعدما أعلنت اعتزالها توارت تماما ولم يعد أحد يعرف أسرار حياتها الخاصة، ولكن هناك من يؤكد أنها ارتبطت للمرة 7. مديحة يسري تزوجت 5 مرات من محمد أمين والممثل أحمد سالم والمطرب محمد فوزي والشيخ إبراهيم سلامة والشيخ سلامة راضي، وبذلك تكون قد سجلت 5 نقاط في بورصة الفنانات المتزوجات. سهير البابلي تزوجت 4 مرات، كان أولها
من محمود النوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، ثم المطرب والملحن منير مراد، وتاجر المجوهرات أشرف السرجاني الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال محمود غنيم. هدى سلطان تزوجت 4 مرات، كان أولها من شاب من خارج الوسط الفني اسمه محمد نجيب، وأنجبت منه ابنتها الكبرى نبيلة، ثم تزوجت من المنتج فؤاد الجزائرلي، وبعده الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والد ابنتيها مها وناهد، وآخر أزواجها كان المنتج والمخرج حسن عبد السلام. الفنانة سميرة أحمد اكتفت بأربعة، تزوجت سميرة أحمد 4 مرات أيضا، أولها من بطرس زريبات ثم الكاتب وجيه نجيب، وأنجبت منه ابنتها جليلة ثم المنتج أديب جابر. أما رابع أزواجها فكان المنتج صفوت غطاس، والملاحظ أنهم 4 مسيحيين ولكنهم أعلنوا إسلامهم للزواج منها. وأخيرا الفنانة زبيدة ثروت ساوت سميرة أحمد في عدد الزيجات ب4 مرات، فتزوجت رياضيا اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها 4، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل نصف المشهور عمر ناجي. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.